فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون، والمراد بالجهل هنا عدم العلم عدم الحلم، قالوا أي عباد الرحمن سلاما، أي لا يردون عليهم بالمثل، وإنما يقولون قولا فيه سلامتهم من أن يجهلوا مثل هؤلاء، فهذا من صفات عباد الرحمن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والرفث هو المعصية أو هو الجماع ودواعيه، فالصائم ممنوع من ذلك، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. ولا يجهل يعني لا يأتي بشيء من الجهل، وهو خلاف العلم خلاف الحق، كالشتم والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك. نعم. قال: ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير. وكقول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، وإنما المراد بالجهل هنا عدم الحلم، يعني لا يبغي أحد علينا أو يتعدى أحد علينا فنجهل عليه أكثر من جهله، وهذا من باب التهديد، وهذا من باب التهديد، وهو ذم بلا شك، أن الجهل سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا فهو مذموم.